شات بعيدة شيئا ما. لاحظوا الإعادة. إفادات ضربة مرمى. استرجعوا اللاعبين الجزائريين، تلاحظوا بأنهم تلعبوا كرة قصيرة، كرة قصيرة بين اللاعبين ديال المنتخب الجزائري. حسن يبدا تضيع منه الكرة. دائما كرة في وسط الميدان. كريم الزياني. تمريرة صعيبة. وتدخل المهدي بن عطية. خطأ في التمرير ولكن الحكم يتدخل. صعيبة مثل هذه الكرات تضيع، خصوصا انه اللاعبين الجزائريين كل تعرف بانهم عندهم تقنيات جيدة. خطأ لفائدة المنتخب الوطني. كرة اتجاه الشماخ. لاعبين ديال المنتخب الوطني تعتمدوا تمريرات عالية. كاينش هناك خطأ يقول الحكم. دائما الكرة عند اللاعبين ديال المنتخب الوطني، تيحاولوا يلعبوا بسرعة. هذه التمريرة ضربة آسيا، ولكن هناك خطأ. الحكم تيقول بأن هناك خطأ، ولكن كانت فكرة جيدة. كرة في اتجاه الشماخ، هذوما الكرات التي فضل مروان الشماخ. الحكم أعلن على خطأ. تلاحظوا الإعادة. تمريرة جميلة من أسامة السعيدي اتجاه مروان الشماخ. نشيط بشكل جيد أسامة السعيدي. لاعب فريق هيرنيفن 22 سنة، 22 سنة ودولي لمرتين. هذه المقابلة الثالثة ديالو مع المنتخب الوطني. نادي المغربي كيتقدم شيئا ما لربح بعض الأمتار. هناك خطأ. خطأ لفائدة المنتخب الوطني بعد تدخل في حق يونس بلهندا. مواليد سنة 1990، لاعب مونبوليي. وهناك فريق ويغان الإنجليزي اللي يريد تعاقد مع هذا اللاعب. بالهندا. اذا الكرة مشات عند الحارس رايس بورحي. الكرة تتلعب اكثر في وسط الميدان. حوالي 6 ديال الدقائق على انطلاق المقابلة. نقول بان هذه فترة ديال جس النبض بين المنتخبين، علما بانه اللاعبين ديال المنتخب الجزائري تلاحظ بانهم ما متراجعينش للوراء. بدر القادوري. تمريرة في العمق. استرجعوا الكرة لاعبي المنتخب الجزائري، ولكن هناك تماس. تماس لفائدة المنتخب الجزائري. لاعبين تيحاولوا يحتفظوا بالكرة أكبر وقت ممكن. تلاحظوا اندفاع في وسط الميدان، محاولة للبناء من وسط الميدان. هذه تمريرة، وهناك نادي المغرب خروج جيد. بدر القادوري للوراء. تمريرات بين لاعبي المنتخب الوطني. بن عطية. كاين هناك خطأ يقول الحكم، برغم من المطالبة ديال بن هندا بضربة خطأ. الحال الكل تعرف الغيابات، إضافة كذلك إلى الغياب ديال لاعب تعرض اللي غادر المنتخب الوطني عندما لم يروحوا لا يكون أساسيا، وبالتالي غادر المعسكر ديال المنتخب الوطني. هذه تمريرة في العمق، ولكن بوحي تجربة كبيرة بالنسبة لهذا الحارس.
التماس. ما كاينش هناك سيطره لهذا المنتخب او المنتخب الاخر، حيث ان الكره تلعب كثير في وسط الميدان، ولكن تتلاحظ بان هناك اندفاع. الحكم يعلن عن خطا، ضربه خطا لفائده المنتخب الوطني. في التنفيذ هناك بدر القادوري، مروان شمخ، تمرة جميلة، هذه فرصة أسامة السعيدي، مراوغة جميلة، جوج ديال اللاعبين بإمكانه باش يمرر، ما تمكنش من تمرير وركنية. ركنية عمل جيد قام به اللاعب أسامة السعيدي، تلاحظ بأنه لاعب تقنيات عالية. محاولة للمراوغة وإيجاد ممر في الدفاع. أسامة السعيدي في تنفيذ ضربة الركنية. الحكم في حديث مع جمال العليوي وكذلك رفيق جبور. هذه تمريرة بعيدة في متناول اللاعبين الجزائريين، ليسترجعوا الكرة، غادي يحاولوا يلعبوا بسرعة، كيصبح هجوم مضاد، فرصة لفائدة المنتخب الوطني، أسامة السعيدي بإمكانه باش يمرر، وركنية، ركنية لفائدة المنتخب الوطني. وتعرف القيمة ديال هذه المقابلات، تعرف بأنه أول مقابلة رسمية بين فريقين كانت سنة 1970، تاريخ حافل المقابلات. هذه تمريرة باتجاه مروان شمخ. ممكن الكرات العالية تكون حل بالنسبة لمروان الشماخ، ولكن الحارس البورحي اللي عنده خبرة وتجربة كبيرة ليأخذ المكانة الرسمية ديالو بعد الأخطاء اللي كانت ارتكبها الشوشي، الحارس اللي كان أساسي خصوصا بعد المقابلات في المونديال الأخير. عملية ديال المنتخب الجزائري كتمر الكره، هناك محاوله صعيبه من الجهه اليسرى، دائما هناك خطوره وركني. تمريره صعيبه ديال حسن يبدا. دائما ركنيه لفائده المنتخب الجزائري. حسن البديلي كان لاعب سابق لاوكسير. هذه تمريره خطيره، هذه الفرصه حسن البديلي كان سجل في المقابله ديال الذهب، ضربه جزاء لاعب نابولي موالي سنه 1984. تلاحظوا كانت كره خطيره مشات جانبيه على مرمى الحارس نادير المياغري. لحد الان مستوى متوسط بالنسبه للمقابله، كنقول بانه منتظر مع هذا البدايه. تمرير في اتجاه العمق، مروان شمخ، كرات عاليه بسهوله عند الحارس، الاغلب ديال الكرات العاليه صعيبه على مروان الشماخ، خصوصا انه بعيد على المنطقه ديال الجزاء، دائما صفر لمثله. كذلك بالاصابه ديال القنطري، كنقول كذلك بان المنتخب الوطني كانوا بعض الاصابات في بعض الاماكن الحساسه خصوصا على مستوى الدفاع. لاحظوا ما كاينش هناك تسارع، كرة في اتجاه مروان الشماخ، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني. دائما هناك كرة في اتجاه اسامه السعيدي، ولكن تدخل الدفاع شيئا ما. الكره كانت صعيبه من طرف اسامه السعيدي. لاحظ بانه المنتخب الوطني كيعتمد على الجهه اليسرى اللي موجود فيها اللاعب اسامه السعيدي. كل منتخب عنده لقب واحد على مستوى كاس افريقيا للامم، المنتخب الوطني سنه 76، وهناك لمسه يد، الحكم لم يقل اي شيء. المنتخب الجزائري سنه 1990،
على مستوى المواجهات بين المغرب والجزائر، فالكفة تميل لفائدة المنتخب الوطني. في 34 مقابلة انتصر المغرب 17 مرة، والجزائر انتصرت في 9 ديال المقابلات، كان هناك تعادل في 8 ديال المرات. لاعبين جزائريين تلعبوا كرة في وسط الميدان، تحتفظوا كثير بالكرة، وما هي التعليمات اللي معطيها من طرف المدرب عبد الحق بن الشيخة، المدرب السابق لفريق نادي الإفريقي التونسي، كان فاز معه بالبطولة سنة 2008. بعد ذلك بعد إقالة رابح سعدان انتقل لتدريب المنتخب الجزائري، هناك رغبة للعودة بالمنتخب الجزائري للألقاب، نفس طموح بالنسبة للمنتخب الوطني مع مجيء المدرب إيريك جيرتس. هناك صراع كبير على وسط الميدان، بدر القادوري يضطر لإرجاع الكرة للوراء، والآن الكرات العالية في اتجاه مروان الشمخ. عكس ذلك فاللاعبين الجزائريين يحاولون المرور من الوسط. حسن يبدأ، لاحظوا التقنيات الكبيرة اللي عند أغلب لاعبي المنتخب الجزائري من الصعوبة ديال هذه المقابلة. لاعبين مهاريين، المفروض تكون هناك سرعة عندما يحاول المنتخب الوطني الاعتماد عليه بالفعل السعيدي، ولكن كل حكم يقول بأنه الكرة خرجت. السعيدي يرى عكس ذلك. أسامة السعيدي 22 سنة ديال المقابلة الثالثة ديالو مع المنتخب الوطني، وحتى المدرب إيريك جيرتس ما كانش راضي على هذا القرار. 15 دقيقة الآن، نقصر بالدقة 16، دائما صفر لمثله في مقابلة يمكن نقول بأنها مفتوحة برغم الصراع اللي كاين على وسط الميدان. شمخ، بدر القادوري، مروان شمخ لاعب فريق أرسنال، لعبش مقابلات كثيرة مروان شمخ هذه السنة، ربما هو الشيء اللي أثر على الأداء ديالو، على الجاهزية ديالو. لاعب سابق لفريق بوردو الفرنسي من سنة 1984. مروان شمخ صراع على الكرة، طرد شرجع كرة للوراء عند بدر القادوري، المهدي بن عطية، كرة في العمق في اتجاه مروان شمخ، وتدخل بكل سهولة من جانب مجيد بوغرا اللي الآن سقط. حكم يطلب تدخل الطبيب. مجيد بوغرا من مواليد سنة 1982، لاعب غلاسكو رونجرز من اسكتلندا، ومن مواليد ديجون بفرنسا، لاعب سابق لفريق شيفيلد وتشارلتون. تقريبا مجموعة من اللاعبين الجزائريين مولودون بفرنسا، ومروان شمخ بدوره يتلقى الإسعافات. الإيقاع ديال المقابلة مازال شيئا ما مخداش السرعة اللي ربما كنا كننتظروها. شمخ سيواصل المقابلة، نفس الشيء بالنسبة لمصطفى المهدي اللي يحمل رقم 12 في الوقت اللي كنت تحدثت على مجيد بوغرا. أتمنى ما تكونش إصابة قوية بالنسبة للاعبين والإمكانية ديال مواصلة هذه المقابلة في الوقت اللي الجمهور ينتظر أن يرتفع الأداء أكثر.